ينضم إلينا السيد محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع. أهلا بك سيد محمد معنا في الجزيرة مباشر. بداية، يعني ما سبب هذه الاشتباكات وعليكم وكيف السلام بدأت؟ ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، مرحب بكم ومرحب بالسادة المشاهدين. أهلا بك سيد محمد، يعني لماذا بدأت هذه الاشتباكات؟ ما الذي حصل صباح اليوم أو ليل البارحة؟ نحن اتفقين انه هم اعلنوا اعلان الحرب قبل 4 ايام في اجتماعهم بتاع القياده، ونحن طلعنا توضيح انه نحن ما عندنا عداوه مع الجيش، ما عندنا مشكله مع الجيش، ان احنا وبياننا واضح للجميع. وبعد هذا الزمن هم قاموا، يعني حتى جاتني رجال من الموقعين والاطراف الثانيه، مثلا الغير موقعين الكتله الديمقراطيه، وبرضه اخواننا في لجنه الاتفاق على الحريه والتغيير برضه هم من ضمن الموقعين، لكن برضه جونا يعني. وفي مبادرات ثانيه حتى من الرباعيه، ان احنا ادينا موافقتنا انه نقعد مع الرئيس برهان. الان انا بقول الرئيس لانه ذول مجرم وذول متفلت، فانا بقول ان احنا الان يعني هو ادينا بدون شرط وغير نقعد معه ونتفاهم، عشان وخلف عده مواعيد، خلف مواعيد برضه يوم السبت. لكن بعد انا امبارح لغايه الساعه 12 معايا الجماعه دي، الناس اللي اخواننا في الاستفادة على الحريه والتغيير او الموقعين، وردوا بالليل قالوا خلاص نحن اتفقنا مع الزول ده، وتقعدوا تشكلوا اللجان وتخفضوا التصعيد. فتفاجئنا بقوات كبيره جدا حاصرت قواتنا في ارض المعسكرات، وقفلوا الشوارع وقفلوا الكباري، يعني عملوا انقلاب للاسف الشديد. لكن الحمد لله احنا في يقظه تامه، والان الحمد لله فاحنا اسفين انه نتقاتل مع ابناء شعبنا، ابناء جلدتنا من القوات المسلحه، لكن خلاص انجبرنا، وهذا المجرم هو جبرنا الان لهذه المعركه، والان هو مختفي للصغار، ما معروف مختفي وين. من تقصد بهذا المجرم؟ ان شاء الله لانك دمرت خيره شبابنا وقتلت خيره شباب الشعب السوداني، والان احنا في بيت بتاع الضيافه، في القياده العامه، في القصر الجمهوري، في كل المطارات، الحمد لله انت تحت يعني غالبا المطارات تحت سيطرتنا، كل الطيارات المحتمل عليها عشان يضربنا بها. احنا الان كلنا استلمناه ودمرناه تماما، والحمد لله الان احنا امورنا كويسه جدا وماشيين قدام. صحيح عارفين انه تحصل مثل هذه المشاكل، لكن الحمد لله الان الامور يعني تحت السيطره وماشيين كويس. نعم سيد محمد احمدتي، يعني الان في هذا الظرف وفي هذه الاوضاع، يعني انت تقول انكم اسفون لما يحصل الان، لكن برايك يعني الى اين ستؤدي هذه الاحداث اليوم، والى متى ستستمر ايضا؟ شوفي يا اختي، الناس ديل هم اصلا عندهم مخطط كيزاني، مخطط كاجرام هو بتاع الكرتي واسامه عبد الله، وهم اصلا عندهم هدف، لازم رجعوا من انقلاب 25 هم رجعوا للسلطه، والان دارين يتمكنوا، وكل البلايا اللي بيعملها من دمج لما عارف الكلام اللي بيعمل فوق ده كله، دي كلها ذرايع للاسف الشديد. وانا كلمت الاخوان الموقعين ان الزول ده ما حيوقع، لان انا عندي معلومات، كلمت اخواننا الرباعيه، كلمت الثلاثيه، الزول ده ما حيوقع، الزول ده مجرم، الزول ده مراوغ، الزول ده كذاب، رجل فاسد، رجل حرامي، رجل مجرم، دمر السودان. والان نحن في معركه، والحال معركه طبعا زي ما معروف المعركه فر وكر، لكن الحمد لله الان مسيطرين تماما وماشيين كويس. لكن من هنا احنا بنرسل رساله اولى لشرفاء القوات المسلحه، انضمامهم لخيار الشعب. انا ما بقول انضمام لقوات الدعم، انضمامهم لخيار الشعب. هو الدعم السريع الان هو بنفذ خيار الشعب، التحول الديمقراطي الحقيقي، المساواه بين الـ بين الـ بين الـ بين الشعب السوداني. فنحن الان يعني الشيء اللي نتكلم فيه رسالتنا للشعب السوداني، بنقول له نحن والله اسفين لهذه المعركه، ولكن الناس تقول يعني موجوده في تكون في بيوتها، تحافظ لوجودها في بيوتها، وان شاء الله المعركه دي حتتحسن في الايام الجايه ان شاء الله. نعم، لكن ايضا الجميع يتحدث عن ان هذا القتال، وايضا مراسلنا محمد عمر كان في الخرطوم يتحدث عن ان هذه المعارك فقط موجوده في اماكن مكتظه بالسكان، وهذا يؤدي الى اصابات كثيره. يعني اذا انتم لا تقاتلون في اماكن فارغه، واماكن يعني لا تؤدي الى اضرار للشعب السوداني. هم فرضوا علينا يا اختي القتال، هم فرضوا علينا كده.
احنا موجودين داخل المدن، ما موجود داخل مدينه الخرطوم. هم فرضوا علينا، هم هجموا علينا، هم ضربونا في كل حته، هم ضربونا. احنا ما بعد ضربونا ما ردينا، بعد حرفرونا. اذا من بدا هذه المشاكل هو الجيش السوداني وليست قوات الدعم السريع، انت تؤكد ذلك الان. طيب سيد احمد، احنا ما هنشهد ان احنا خلي الكتلة الديمقراطيه اخواننا في الموقعين، انا هم خليهم اسالهم، هم اسالوا، انا عندي شهود الان من الرباعيه، اسالهم هم الان من بدا ومن حافر، والان قواتهم محروقه قدام معسكرنا في عرض المعسكرات. الشيء الثاني ان احنا بنقول للشعب السوداني، احنا هنا موجودين لحمايه الشعب السوداني، موجودين لحمايه الديمقراطيه، احنا هنا دايرين نوصل بلدنا دي. طيب هل انت تدافع عن الديمقراطيه اليوم؟ ان شاء الله باذن الله. نعم سيد حمتي، هل تدافع عن الديمقراطيه اليوم بالقتل والقصف واطلاق الرصاص حتى لو كانوا هم بداوا؟ هل هكذا تدافع عن الديمقراطيه؟ ما في طريقه، بدو الديمقراطيه عندها ثمن، الديمقراطيه عندها ثمن، هذا هو ثمن الديمقراطيه الان. انا بفقد خيره شبابي الان، بفقد خيره شبابي الان، الديمقراطيه عندها ثمن، فهم هددونا، هم فعلا هددونا بالاستقرار، الاستقرار بساطة العملية السياسية. والكلام ده أنا قلته قبل شهرين للرباعية، قلته للموقعين، قلت لهم الزول ده حيخطنا بالاستقرار أمام العملية السياسية. طيب سيد حمدي، فإحنا الديمقراطية عندها ثمن، هم اللي هجموا علينا، إحنا ما هجمنا عليهم، يعني إحنا ماشيين في السلمية ومع السلمية، لكن هجموا علينا، ضربونا، نجدوهم ببسكويت، جعلوا وجههم بتفاح، ما أكيد ندرهم بالذخيرة طبعا. يعني إحنا الآن المعركة دي فرضت علينا برهان، وفرضوا علينا على كرتي وعبد الله المجرمين. نعم اذا كان خلافكم مع البرهان شخصيا، لماذا تحاربون اليوم الجيش الوطني؟ يعني وين يعني احنا الجيش الوطني انضم لخيار الشعب، يطلع من هذه العصابه، احنا برضه جيش وطني، يعني احنا زي ما هم جيش وطني، احنا جيش وطني، جيش سوداني بيحمي الانتقال الديمقراطي، بيحمي الشعب السوداني، يعني احنا منتشرين في كل ولايات السودان 18 ولايه، هم ما موجودين في اي حته داخل الخرطوم، برهان له 3 سنين بيحشي داخل الخرطوم، كل الدبابات من الولايات سحبها جاب الخرطوم، فده موضوع طويل، وده موضوع يعني احنا الان انا اثبت هو مندس، وقول لهم احنا مندس بالمناسبه عارفينه، ما حد انت مندس فيه الان احنا عارفينه، حنفلت فيه ان شاء الله، حنفلت فيه، حنسلمك أول مت زيك وزي أي كلب، وسلمناك للعدالة إن شاء الله بإذن الله. طيب سيد حميتي، أنتم كنتم أصلا جزء من هذا الجيش، الجيش الوطني، لماذا انفصلتم بالأصل، ولماذا وصلتم اليوم إلى هذا الخلاف حتى يصل إلى حد التفجيرات وأيضا الإطلاق الرصاص؟ هذا الكلام سابق لأوانه، يعني إحنا الآن في معركة. رديت يا أختي العزيزة، أنا رديت للجزيرة مباشرة، دار صحيح المعلومات الكاذبة بيتكلم فيها البرهان، هذا كلام سابق لأوانه، ولكل حدث حديث أنا هرد على الكلام ده في الجزيرة إن شاء الله أو في أي قناة ثانية، حنوضح أنه انفصل ما انفصل، ده موضوع آخر. طيب. لكن الآن بندير في معركة، وإحنا الآن داخل جنودنا وداخل عساكرنا وداخل ضبابنا، والآن استسلموا يعني أكثر من، أنا في القوة المعينة الآن استسلم أكثر من 100 ضابط من القوات المسلحة وآلاف العساكر يعني، وبعد ذلك القوات كلها منتشره الحمد لله، استلمنا مواقع كثيره، مطارات كثيره، مطار الوبيض، مطار مروي، مطار ابو السودان. لماذا ذهبتم الى مطار مروي وابيض؟ لماذا ذهبتم ايضا الى مطار مروي وابيض؟ الوبيض فيه الطيران، في طيران السخوي، للطيران اللي ضربنا لازم نستلم المطار، احنا لو ما استلمنا المطارات ما حيضربونا بالطيران، لان هو مجهز الطيران، وما عندنا المعلومات، عندنا المعلومات انه احنا ضربنا طيران طبعا، واحنا الحمد لله الان كل الطيران دمرناه، حتى الطياره اللي قامت الان احنا ضربناها، وقعت ما وقعت ما بنتاكد، لكن الان الطياره اللي قامت من وادي سيدنا الان ضربنا فيها، لكن ما عرفنا هل وقعت ولا ما وقعت. طيب. وما في حته ثانيه ينزلوا فيها باذن الله، اي طياره قامت بعد ده الا تجيب لها دوله ثانيه تنزل فيها ان شاء الله باذن الله. طيب سيد حميتي، الى متى ستستمر هذه الاحداث؟ الى متى سيستمر اطلاق النار هذا المتبادل بينكم وبين الجيش؟ هذه معركه انا ما بقدر احددها، هذه معركه، هذه معركة، وهذه ودين ناس وقوات عندها دبابات، عندها طيب الحمد لله الآن حيطنا الطيران فعلا، عندها دبابات، عندها مدفعية، عندها صروف كثيرة جدا، هذه معركة لخيار العملية السياسية الماشية، وهذين المجرمين ما يسمى بشلة برهان وأعوانه من الشرذمة اللي حنقدمه للعدالة إن شاء الله بإذن الله. طيب سيد حمدي، الجيش يقول الآن أنه سيطر على مقراتكم وأيضا أغلبها بدون مقاومة، ما تعليقك على ذلك؟ أنا أتكلم عن الجيش، أنا الجيش جيش 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 سوداني، الجيش اسمه قوات الشعب المسلحة، أنا بتكلم العصابة،
الان احنا ما عندنا، مقراتنا كلها سليمه، ضربوا فيها بالابابيل ورمينا ضربنا في الابابيل ومقراتنا ثابته وده كذب، لان ده طريقتهم، طريقه الكذب والترويج وغش الشعب السوداني، ده ما وقت الكلام ده. فانت احنا الان معسكراتنا مفتوحه لكم، مرحبا بكم، الان ارسل لكم عربات لو في طريقه تصل المعسكرات، فهي في طرق مقفوله، لكن نحن الان ممكن دارين مباشر من اي معسكر، دارين نطلع لكم لايف مباشر من اي معسكر ان شاء الله. فده كله ده طريقتهم، دي طريقتهم الكذابين، الكذابين المنافقين، دي طريقتهم، ما عندهم طريقه غير الكذب والنفاق والذهب والسلب، ودمروا الشعب السوداني. لكن ان شاء الله نقول الشعب السوداني ابشر ان شاء الله، نحن مع خيار الشعب والسودان هيرجع عزيز ان شاء الله. يعني هل برايك هذا يعني العراق وهذه الاحداث التي تحصل اليوم هي ستؤدي الى حل سلمي في السودان؟ باذن الله حتودي لحل سلمي، واي اي اي واحد مجرم هيخش العداله او مشى زي ما الفطايس اللي قدام مشوا، وان شاء الله احنا باذن الله يعني ما بنقدر نحدد نقول المعركه دي تنتهي بخلال الليله ولا بكره، لكن ان شاء الله احنا عازمين العزم ان المعركه دي ننتهي منها باقل خسائر في الارواح، ونحن حتى القوات المسلحه كل الابناء الان في القوات المسلحه في مروي انضموا للقوات، والان بقاتلوا مع اخوانهم في الصف، الان هم راجعين في الدبابات بقاتلوا مع اخوانهم في مناطق كثيره، الان استسلموا والكتائب كثيره جدا الان انضمت، ونحن الان بندير معارك انا اساسا على كل الناس، لكن اي زول بيقول لك انا انضمت لي 12 دبابه، الزول انضمت لي 20 دبابه، 10 9 دبابه 6 دبابه، فدي ده موضوع ما ده كذاب، ده كذاب ما تشتغلوا به، ده مجرم، هذا طيب. دمر السودان، هذا مجرم كذاب كذاب طيب. عشان كده احنا ما تشتغلوا بكلامه، معسكراتنا سليمه، ولا احنا ما عندنا مشكله، الحرب فر وكر، ما عندنا اي مشكله، اجوا معسكراتنا مرحبا ونحن جاهزين، معسكراتنا سليمه الحمد لله، حيدنا طيرانهم تماما، حيدنا طيرانهم تماما، ما عندنا اي مشكله الان، وتهج في الوطن بنقدر لهم ان شاء الله، ما عندنا اي مشكله. طيب سيد حميتي، انت تقول بان يعني هذا الحل العسكري سيؤدي الى الحل السلمي في السودان، هل ذلك سيؤدي ايضا الى تسليم الحكومه، الى تسليم الحكم الى حكومه مدنيه؟ كما كنا نسعى في المرحله الاخيره يعني في السودان. احنا بنقول خيار الشعب، يعني احنا بنتكلم عن خيار الشعب، خيار الشعب هو حكومه مدنيه كامله الدسم. يعني احنا مش الان قاتلنا الجيش ونحن احنا لا، يعني ان الاهد كان مسؤولا، يعني احنا مع خيار الشعب، مع خيار الشعب السوداني، الجيش للسكنات، كل الجيش الان نحن ان شاء الله مع اخواننا في القوات المسلحه، من الشرفاء في القوات المسلحه، هنقعد ونتفق ونخلي العمليه السياسيه تستمر، ونحن نشوف كيف نقدر نجمع قواتنا مع يعني ننسق مع بعض ونتفق زي ما كنا زمان حلوين ونقاتل مع بعض وماشيين مع بعض، وان شاء الله حنمشي بنفس الخط واحسن كمان ان شاء الله. طيب يعني كل المجرمين حنصفيهم من القوات المسلحه. يعني كنا نتوقع ان يحصل ذلك في الوقت هذا القريب، وان يحصل اتفاق اطاري في هذا الوقت قريبا، لكن الحصل العكس، ان هنالك الان حل عسكري وهجوم عسكري على ارض السودان. إذا الاتفاق العسكري الاتفاق الإطاري ما تتحقق الأماني، كلنا نتمنى أنه ما تحصل شيء، لكن دي أماني، يعني إحنا الآن أمر في أمر واقع، والآن يعني إحنا ماشيين في الآن في أثناء معركة. أنا الآن برضو يعني اتكلمت يمكن كثير شوية، أنا من هنا بهني الشعب السوداني، بقول لهم يعني الناس تكون في بيوتها في أماكنها، أبشروا بالخير، إحنا أرضكم مالكم وأرضكم أمانة في أرقابنا، ومن هنا بنقول أشاوي الدعم السريع وشرفاء القوات المسلحة كلهم الآن تحموا الشعب السوداني، أرضه وماله وكل ممتلكاته، كل المواقع الاستراتيجية الآن إن شاء الله هنحميها، كل الأماكن حتى تحت القوات المسلحة، كل حتة نحن الآن استلمناها نحميها ونسلمها للشرفاء القوات المسلحة إن شاء الله. ما هنكون نهب زيهم، هم زي ما نهبوا هيئة العمليات، ما هنكون نهب زيهم زي ما نهبوا مواقع لكن يعني أنا أريد أن أطمئن فقط الشعب السوداني، أريد أن أطمئن الآن الشعب السوداني من خلالك، إلى يعني إلى متى ستستمر هذه الأحداث العسكرية ومتى ستنتهي؟ وكيف قد تنتهي؟ يعني هل هنالك شرط حتى تنتهي الليلة؟ نتمنى أن تنتهي الليلة قبل بكرة، أنا أتمنى زي ما أنت تتمنى، أنا بقول إن شاء الله تنتهي الليلة قبل بكرة، لكن الحرب طبعا ما معروف، الحرب زي ما بقولوا فر وكر، ما معروف إن تنتهي 200، لكن إن شاء الله حتنتهي في القريب العاجل بإذن الله. طيب ما السبب الذي يؤدي إلى انتهائها؟ هل أنتم من ستتوقفون عن القتال أم تنتظرون التوقف من الطرف الآخر؟ لا القتال ده نحن ما إلا بعد نستلم كل المواقع العسكرية ونستلم وينضموا لنا شرفاء القوات المسلحة لخيار الشعب، لكن ما هنجيف نحن من الآن، الآن الناس بتقاتل فينا، كيف نجيف؟ هم بتقاتل فينا، هاجمين فينا الآن، كيف نجيف؟
لكن نحن اليوم في العشر الأواخر من رمضان، والجميع الآن يريد أن يتعبد ويكون في المصلى، وأنتم تقاتلون وتقولون أنكم لن تتوقفوا حتى تصلوا إلى كل الثكنات العسكرية أو كل الأماكن التي تريدون السيطرة عليها. والله يا أختي نحن مجبورين، نحن مجبورين، نحن اليوم فعلا دي العشر الأواخر دي أيام التهجد أيام ليلة القدر، لكن خلاص نحن نعمل شنو؟ مجبورين. أنا إحنا وأنا أتمنى أن تتصلي بالكتلة الديمقراطية وأخواننا في الموقعين في الاتفاق الإطاري، هم يردوا في الأغلب. أنا قلت هل صحيح ولا غير صحيح؟ شكرا جزيلا. هل هنا سؤالي الأخير سيد أحمد، للأسف فقدنا الاتصال معك، شكرا لوجودك معنا السيد محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع، للأسف أنهى هذا الحديث. إذا مشاهدينا تابعنا أبرز النقاط التي تحدث عنها السيد أحمد، إذا كان يتحدث عن أنهم لن يذهبون قبل أن يسيطروا على أغلب المواقع التي يريدون أن يسيطروا عليها. قوات الدعم السريع تريد أن تسيطر عليها في السودان وفي الخرطوم، وأيضا المطارات التي يريدون السيطرة عليها.